بالاضافه للحاجات اللي هي تبقى الفيزيكال، في حاجات ايه الهيلث، حاجات تبع الصحه بتاعتك تمام لو رعيتها ممكن تتفادى. النقطه الاهم جدا بقى استراتيجيز سكيلز، المذاكره سكيل مهارات، يعني مش اي مذاكره تبقى مذاكره، في سكيلز معينه انت لو عملتها بتلاقي الامر ايه يختلف، وفي النهايه في حاجه سبيشال هنتكلم عنها. بالاضافه لده في مفاجاه ان شاء الله باذن الله اثناء المحاضره. اول حاجه الفيزيكالي اند هيلث، مهم جدا مكان المذاكره يكون مكان مناسب. يعني ايه مكان مناسب؟ يعني ما انت بتحب زي ما احنا عاملينه اباجور؟ لا ابدا مش لازم. انا في الثانويه العامه كنت بذاكر في الجامعه، في الجامعه في المسجد، وفي الكليه كنت بذاكر في المسجد. لا مش طالب انا، لا وفي الكليه برضو كنت بذاكر في المسجد، واحلى مذاكره ليا في المسجد. لكن حصل ارتباط نفسي بيني وبين عمود معين في المسجد ان ده مكان المذاكره بتاعي. فبمجرد ما بقعد وبفرش الورق خلاص بدخل في مود المذاكره وبينتهي الامر. اهم حاجه ان يكون عندك مكان مخصص للمذاكره، ويفضل ان يكون مختلف عن مكان النوم. يعني ما تذاكرش على السرير. ليه؟ لانك انت السرير مرتبط معاك بايه؟ بالاحلام السعيده والاحلام الورديه وحنان بقى وريه. خلاص؟ ويفضل ان المكان ده يكون مكتب وكرسي. ليه؟ لانك انت هتقعد قعده صحيه منتصب، مش هيجي لك مشكله في ظهرك، مش هيجي انا كانت رقبتي بتوجعني وهكذا. لكن كمذاكره اتسلف مش مشكله، بس مهم ان يكون ليك مكان خاص انت عامله ايه بالمذاكره. المكان ده من الاشتراطات بتاعته لازم تكون الاضاءه كويسه مثلا، فما تذاكرش في مكان ضلمه قوي او اضاءه فيه عاليه قوي فتتعب عينك. ويفضل انت لو في لمبه، اللمبه ما تبقاش في وشك، تبقى في ظهرك تمام عشان ما تتعبش عينك. الوقت، مين يقدر يقول لي افضل وقت للمذاكره؟ ممكن نسيب حديث اللهم بارك لما كنت بكوريا عليه الصلاه والسلام، اللهم بارك لما كنت في بكوريا، اللي هو امتى البكور ده؟ بعد الفجر مثلا الساعه 5 كده. طب حد خمسة. عنده اختلاف في الموضوع يعني طب حد بيذاكر بعد الفجر اه من 9 ل 12 بالليل؟ لا بالليل المذاكره بس، ده اكتر وقت بيكون فيه سهر ذهني. ده كلام كويس. لكن بالعكس الوقت نوم 9 ل 12 ده من بعد الساعه 10 نسبه الميلاتونين في الجسم بتزيد. عارفين الميلاتونين؟ طبعا تمام. الميلاتونين ده مهم جدا، ده اللي هو هرمون النوم والسليب والراحه، بيبقى فيه صفاء ذهني وارتياح جسدي وارتخاء وانت عايز تنام. الله عز وجل بيقول في القران الكريم ايه؟ وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، صح؟ وسيدنا محمد بيقول اللهم بارك لامتي في بكوريا. بالعكس في الصبح من بعد الفجر بيبدا يزيد هرمون الكورتيزون اللي هو بتاع ايه؟ الاكتيفيتي والاكشن، فتبقى انت قلبت. طب حد جرب يذاكر الاثنين؟ يعني حد جرب يذاكر؟ جربت ايه؟ لقيت فرق؟ من الوقت الساعة 8 كده او 7 لحد الظهر تقريبا كان كويس، احسن بكتير. كان كويس جدا. في حاجة غريبة ملحوظة غريبة بيلاحظها اغلب الناس، اللي هو ايه؟ يقول لك اللي بيذاكر بعد الفجر بالذات، انك بتذاكر 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 كتير وتعمل حاجات كتير وتلاقي الساعه لسه بتصحى الصبح. ايوه صح. الوقت تحس ان فيه بركه، هو مش فيه بركه، انت ما هو الوقت نفس الساعه نفس التايم مفهوش، بس انت قدرتك على التحصيل اكتر بعكس وقت بالليل. فيبقى انا ممكن لو ذاكرت ساعه الصبح وساعه بالليل انهي اللي هاخد فيها ليرن مور؟ الصبح هاخد فيها ليرن مور اكتر بكتير. لكن في بعض الناس اتعودت، انا رايي ما يفضلش انك انت تذاكر بالليل، والافضل علميا انك انت تذاكر في الوقت اللي هو ايه؟ من بعد الفجر. في الوقت ده هتقدر انت فعلا جيت نوم. فيبقى ده موضوع ايه؟ طيب بالاضافه كده النوم. طب النوم مالك؟ لازم يا شباب تنام كويس، عشان تقدر تحصل كويس لازم تنام كويس. مخ الانسان بيشغل عفريته الفوتوكوبيا مكنه التصوير، بيحتاج انه يفصل ويريح عشان الداتا تبدا تستقر فيه. طب النوم الكويس كام؟ مينيمم 6 ساعات، ماكسيمم 8 ساعات. خلاص؟ فما ينفعش 8 ساعات. ما ينفعش تنام اكتر من 8، ده مش نوم كويس، ده استعباط حضرتك يعني. انت ممكن تنام 9 و10 و11 و12 عادي مش ازمه يعني. وممكن تنام 4 و3 لو عودت نفسك ممكن تعمل كده. لكن النوم المظبوط المفروض من 6، مينيمم 6 ماكسيمم 8، بيختلف من جسم للتاني ومن احتياجات واحد للتاني. الرياضه، طب ايه علاقه الرياضه بالمذاكره؟
ما هو انت يا دكتور لما بتيجي تعمل رياضه بيتحرك الهارت بيت بتاعك وبيزيد الهارت ريت، بتوصل البوت سيركيوليشن للجسم كله انكلودنج ايه المخ. رياضه انا مش عايزك تمارس رياضه بقى يعني ايه، خلاص الدكتور قال لنا الرياضه وحد يلعب كره في الجرب وتروح هابل اربع خمس ساعات وترجع تنام زي البتاع. لا مش هي الرياضه، الرياضه يعني في من تلت ونص ساعه في اليوم، ويفضل في وقت الصبح شويه يعني ايه سويدي خفيف، شويه جري خفيف، شويه اي حاجه. انا لما كنت في امريكا وكنت في الصين الاثنين الناس بتجري يعني 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 تنزل الشارع تلاقي الناس بتجري عادي مفيش مشكله. انا فاكر في امريكا حتى الان منظر واحده حامل ومعاها الستروك بتاع البيبي ده وفي بيبي ونازله الصبح بتجري عادي. انت هنا لو جريت في البلد حبيبي انا هتجري وراك بالطوب بس انت مش لازم تجري يعني، انت ممكن تعمل شويه سبيدي في البيت كويسين، ده مهم عشان القلب يشتغل فتبدا صحتك العامه الجنرال تبقى ايه كويسه. غير الرياضه في عندي الاكل. اه حلو بقى الحمد لله رب العالمين، ناكل بقى ايه ناكل بط و... لا مش هو ده القصه، انا عايز الاكل هو المتنوع اللي هو يكون فيه مصدر للفيتامينز فيجيتابلز او خضروات، ويكون فيه مصدر للبروتينز بيض مش لازم لحمه البيض مصدر كويس للبروتين تمام وكربوهيدرات تمام. واخر حاجه واهم حاجه في الفيزيكال اند هيلث، اياك والثقب الاسود. مين الثقب الاسود؟ الموبايل. لا الحاجات دي لا ده البايو والفارماكولوجي دي مش ثقوب سوداء دي العناد دي لا الفيسبوك الموبايل. سيادتك بتذاكر على الموبايل وفجاه تلاقي نفسك ايه اتسحبت جوه الثقب الاسود، دخلت جوه الفيسبوك جوه الواتساب. ايه انا ايه يا اسطى شفت اللي حصل الواد مش عارف ايه يا جدعان ومش عارف ايه. لا يا عم هعمل له ابحاث السنه دي يا راجل متاكد هعمل ابحاث. طب الحمد لله في الفيلم سوشيال ديليما لسه نازل من فتره كده سوشيال ديليما، هو كان بيتكلم عن قضيه الفيسبوك، في ناس من مؤسسين يوتيوب كانوا بيشاركين فيه وطلعوا منها مؤسسين بنترست اللي هو ومن وواحد كان شريك مارك نفسه برضه بيتكلم فيه، وهو عباره عن مجموعه مهندسين هو بيتكلموا اصلا ازاي وازاي الخوارزميات بتشتغل على في المواقع دي، وازاي هو بعت لك نوتيفيكيشن ان انت تبقى انت قاعد بتذاكر اصلا كده فتلاقي نوتيفيكيشن جات لك الموضوع انت مستنيه. اه وكان هو اصلا يخليك ما تذاكرش، هو مش اصلا يخليك ما تذاكرش، هو اصلا يجذبك ويدخلك وما تطلعش، فهو بيدور دايما كبزنس وايز انك انت تبقى هو الثقب الاسود وما تطلعش، وعلى حسب اهتماماتك وعلى حسب حاجاتك وبيتجسس عليك احيانا، بس ده موضوع ثاني يعني. انت لو بتتكلم في الموضوع انا قصدي يعني بتلاقي اشارات لو تشوف مثلا في مدار لحاجه بيشرح فعلا ازاي هو قد ايه هو خطير ودنجرس وممكن هي الموضوع محتاج منك انت الاراده انك تتحكم فيه، رغم ان من اهم وسائل التعلم الحديثه اليوتيوب مصدر للتعلم اكثر من رائع واكثر من ممتاز تمام. لكن خلي بالك انت من الصوره استاذ سكيلز، وتعالى بقى معايا بقى في الشغل اللي هو ايه الشغل الجامد. اول حاجه دي صوره ايه دي بازل. طب انا جاي ليه صوره بازل؟ لان انت لما بتيجي تسكر الغطه اللي بيقع فيها ناس كتير، تعالى يا عم نمسك الشابتر الاولاني بيقول ايه، تعالى نمسك الصفحه الاولانيه المحاضره الاولانيه، تعالى بعدين نمسك المحاضره الثانيه، مذاكرتك بشكل منفصل بتبذل مجهود كبير والتحصيل بيبقى اقل، بينما انت لو مسكت الكتاب او الماده عندك وخدتها اوفر اول فهمتها. يعني انا دايما كنت احب اما اجي اعرف الماده كلها بتتكلم عنها، ماذا زي الفارماكولوجي دي احنا عندنا ايه، عندنا ليفز وعندنا سيتس وعندنا كذا. طب الليفز دي بتتكلم عن ايه؟ فيها انترودكشن تمام، بعد الانترودكشن عندي خمسه سته ليفز هم ايه كذا وكذا وكذا تمام. طب بناخد فيهم ايه؟ بناخد فيهم كذا وكذا، بعمل خريطه ذهنيه في دماغي للمنهج كله. فكره البازل اللي بيتجمع دي قبل ما ابدا اذاكر بتهمني في ايه؟ ان انا وانا مذاكر انا عارف انا في انهي جزء وارتباط الجزء ده بباقي الاجزاء بالمنهج، فابدا في ذهني اربط المنهج ببعضه. لما بذاكر المنهج كايزوليتد ايلاند جزء منفصله ما بيتربطوش، فتلاقي الدنيا تسيح اكتر من هي سايحه وتتلخبط اكتر من هي متلخبطه. فمهم جدا اول حاجه في المذاكره انك تربط المنهج كله بتاع الماده از ا بازل تمام، تعرف انت عندك فيه كام شابتر وكل شابتر بيتكلم عن ايه وبيتكلم عن ايه بالظبط، وتفككه الى اجزاء ايه اقل. ايه تاني؟ السينسس دي من السكيلز المهمه جدا. القرايه مش مذاكره، الغلطه اللي بنقع فيها كتير جدا انا عايز داخل اذاكر واروح داخل واقرا وبعدين اقرا تاني،
وبعدين اقرا ثالث. دي مش مذاكره. انت كده في النهايه ايه اللي بيحصل؟ انت بتضيع وقت كتير جدا على الفاضي. لا، لازم تشغل باقي الحواس بتاعتك، فتقرا وتسمع لنفسك، تقرا وتتكلم يا هلا يا هلا. فيعني في فرق كبير جدا انك انت بتشوف بس، او لا انت بتتكلم فشغلت لسانك وبعدين شغلت ودانك وسمع، فانت وصلت في النهايه لايه؟ لسنس اكتر. كل ما تستخدم حواس اكتر كل ما المعلومه تبقى اركز واكتر واكتر. وعشان احنا بنستخدم السنس يبقى انا اقول لك على نصيحه جدا: give others a hand. give them a hand. ساعد الناس، خاصه لو انت بتذاكر شويه. انا عندي احد العيوب الشخصيه اللي فيها ان انا لما بلاقي حد محتاج مساعده ببقى عايز اساعده قوي. الموضوع ده احيانا بيسبب مشكله لعلمك، لان هو ممكن مش عايز يساعد. يعني الموضوع ده لما كنت في امريكا احيانا كانوا بيعتبروه تدخل. انت مالك انت؟ يعني انت شغال في شغلك، انت انا ما طلبتش منك المساعده. فانا اخذت فتره على ما اتعود ان انا ايه اثبت هذه الرغبه في المساعده. فلما كنت في الكليه في السعوديه كان عندي الموضوع ده. اول ما بلاقي حد مش مزاج، تعال بس انا اقول لك واشرح لك. الواحد كان بيعملها من باب الاجر والثواب، ويعني طاقه نفسيه مكبوته بتطلع غصب عنه. لكن بعد فتره اكتشفت فعلا ان انا لما بشرح الحاجه انا بستخدم حواسي كلها وبرتب الموضوع في ذهني بشكل كويس جدا، فببقى افضل كتير. يعني الحاجه اللي انا بجهزها واشرحها ما بنساهاش، فعجبني الموضوع. والله حلو. فبقيت اعمل جروز بقى ايه اذاكر لزمايلي. فانت لو عندك الموهبه دي ما تبخلش، ما تبصش الموضوع ان هو ايه لا وهيضيع وقتي ولا ومش. بالعكس، الموضوع هيثبت الموضوع اكتر في ذهنك، وهتبقى اكتر قدره على ايه انك انت يعني ان يركز الموضوع اكتر لان انت شغلت كميه حواس كتير. طب ايه تاني؟ برايز. Give yourself a prize. يعني انت حدد لنفسك اهداف، ويا ريت ما تحددهاش اهداف كبيره قوي. يعني بلاش جدول المذاكره اللي بيبقى شهر ونص، ده مش هيتعمل، مش هيتنفذ. يعني ده مش واقعي. قله من الناس اللي يقدر يحط لنفسه جدول طويل قوي ويقدر يمشي عليه. اعمل لنفسك جداول بسيطه، ولما تحققها ادي لنفسك جايزه. اشتري شوكولاته حلوه ده البنات يعني مثلا، اتفرج على فيلم حلو بس ما يبقاش فيه نظر وحشه، روح قابل واحد صاحبك، روح العب مش عارف ايه، احجز ساعه بينج بونج في نادي والعب، روح العب ماتش كوره. ادي لنفسك برايز، ده كويس ومهم. اشتري حاجه جميله وهكذا. واخر حاجه في السكيلز الاولانيه الريفريش. مجموعه علماء كتير وناس كتير اتكلموا في ابحاث وقال لك ان مخ الانسان لا يستطيع ان يركز لفتره متصله اكتر من كام؟ نعم؟ 40 دقيقة. 45 دقيقة. أقصى حاجة 45 دقيقة. بعد ال 45 دقيقة أنت مش بتذاكر. بعد ال 45 دقيقة أنت مش أنت في عالم تاني، فاتح الكتاب كده وخلاص، وبترضي ضميرك وبترضى أبوك. يدخل عليك الواد بيذاكر ما شاء الله، ليه 6 ساعات مجهود جوه. الفكرة إن أبويا مخش في إيه بعد الساعة الربع أصلا أفكر أريح. هو بيجي يحط بقى في الراحة. يابا والله في الراحة. فمهم جدا انك انت تذاكر 45 دقيقه وتدي لنفسك ريست 15 دقيقه، مش اكتر من 15. واحذر من الثقب الاسود، ما تخليش ال 15 دقيقه دي ابدا فيسبوك او واتساب او اي حاجه تلهيك. خليها شويه رياضه، شويه سويدي، اتكلم، اعمل مكالمه لحد، اي حاجه، اي اكتيفيتي كده. اطلع بره، غطت على اخواتك الصغيرين، اطلع بره ناكل في اخواتك الكبار، اي منظر يعني. كلك حته كبده ولا جزرايه، اي اكتيفيتي ما تبقاش اكتيفيتي ايه خاصه ايه بالثقب الاسود. موضوع الريفريش ده مهم جدا، لان في ناس كتير جدا ضميره بيأنبه، لا انا عايز اذاكر، انا عايز اذاكر، انا عايز اذاكر، بس هو في النهايه مش بيحصل، هو في النهايه ايه بيخسر. طيب النقطه الاهم جدا بقى وكلمه السر النهارده، حاجه اسمها المايند مابينج. انا ليه جايب فوت المصحف؟ مين حافظ القران هنا؟ ناس كتير. دايما اللي حافظ القران او حتى اللي حافظ جزء كبير من القران بتلاقيه لما بيجي يسمع. انت حافظ على طبعه السعوديه ولا طبعه الشمرلي؟ السعوديه. تعرف تراجع الشمرلي؟ مستحيل. لو انت الامتحان بعد 10 دقائق وما معكش حاجه تراجع واديتك مصحف الشمرلي، ايه اللي هيحصل؟ هتتلخبط.
طب ما هو درس القرآن نفس الكلام، بس الفكرة إن مكان الآيات في الطبعة دي مختلف عن مكان الآيات في الطبعة دي، لأن أنت ذاكرتك فوتوغرافية صح؟ فيبقى إحنا دلوقتي عرفنا إن الذاكرة بتاعتنا فوتوغرافية، طب أعمل إيه؟ يبقى أفضل طريقة لما أذاكر أعمل تيبلز. طب التيبلز تنفع في أنهي مادة؟ في الفايت، في الكوجنز، ده هي ما تنفعش غير تيبلز. ده أنا بيبقى عندي 20 نبات، كل نبات عندي أوريجين وعندي أكتف كونستيتيونتس وعندي مين دياجنوستيك إليمنتس وعندي كيميكال تيست. لو أنا بذاكر كل نبات صفحتين، النبات الأولاني أوريجين مش عارف إيه، اللي بعده نفس الصفحة نفس الترتيب، مستحيل أفتكرهم. إنما تخيل لو جبت ورقة كبيرة ورحت عامل جداول، تمام، والنبات الأولاني الثاني الثالث الرابع وهنا باقي الحياة، خلاص هتبذل مجهود طبعا وهتذاكرها في وقت برضه هتبقى مش سهل، بس الوقت اللي هتذاكره في الجدول بيديك يعني الفكس بتاعته اربع او خمس اضعاف الوقت اللي بتذاكره فين؟ في الورق العادي، صح؟ فيبقى تب في الفايت كذلك، انا بجيب لك الاستراكشر او في الميديسنال كيمستري الاستراكشر وحوالين الاستراكشر كذا حاجه وكلهم كومن. فلما تبقى عامل جدول انت شايف الاستراكشر الاولاني والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، فتقدر بسهوله تتعرف على الفروقات ما بينهم، خاصه مع وجود واحد زي الدكتور احمد طيب بيقول لك ايه يعني دوت ميمورايز جاست ريكوجنايز، انا عايزك تعرف الاستراكشر مش ترسم، تمام. وده يعني ترند موجود غالبا في الجامعه دلوقتي، انك انت مش مطلوب منك، احنا كنا بنرسمه، انا لما كنت اكبر كنا بنرسم الاستراكشرات، الاستراكشر الغابت بنرسمه كله من اول لاخر. يلا الحمد لله رب العالمين. او ممكن برضه الليست احد وسائل المايند مابينج، ودي تنفع في حاجات تانية، في حاجات ممكن ما تتعملش تيبلز بس تتعمل بوينتس ورا بعضها، بوينت ورا بوينت ورا بوينت في صفحه كبيره وتبدا تركزها كلها، زي التاريخ مثلا لو انت بتذاكر هيستوري او بتذاكر التاريخ. انسى الطريقه اللي بتذاكر التاريخ ايه؟ سنه 1000 مش عارف كام وكام، مش عارف مين عمل ايه، 1000 مش عارف اللي بعده عمل ايه، وهكذا. فتلاقي الموضوع كله في الاخر ليست تقدر تجمع الماده وتفهمها كويس. او ممكن سكيمز، ودي بقى الطريقه الاسكى. ليه؟ انت بتبدا السكيم ممكن تبدا من اول الصفحه او من نص الصفحه او من تحت، وبتبدا تعمل تفريعات، ولان هي مش محدوده فممكن تعمل ثلاث تفريعات هنا واربع تفريعات هنا وخمس تفريعات هنا ودي طالعه. لكن الميزه ان انت بتاخد سبجكت معين بتحطه في ورقه كامله، ويا ريت ما تبقاش ورقه صغيره، ورق كل ما تكبر الورقه كل ما يكون افضل، بحيث انك انت بنظره واحده تقدر تجمع ايه؟ السبجكت ده كله. طب ده هيفيدني في ايه؟ هيفيدني مثلا هيجي مثال لما يجي مثال الستيكي نوتس. طب الستيكي نوتس بتفوت ايه؟ في بعض الحاجات بتبقى غتيتة قوي صعبة جدا، ديت تبقى حاططها على الستيكي نوتس وحاططها على التلاجة، حاططها على قرطك، حاططها يعني مع قرطك انت مش هتشوفها، حطها على قرط اللي جنبك على المرايه، يعني خطاب بحس انك انت كل ما تبص لي. انا استخدمت السيك نوتس فين وانا بحفظ القران الكريم في الحواميم. ليه؟ لان كذا صوره البدايات بتاعتهم متشابهه، فخلاص كنت عامل السيك نوتس، السيك نوت دي 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 ما كانش على ايام السيك نوت، يعني كانت في ورقه ولزقتها بسنتب، يعني ما كانش فيه السيك نوت على ايام، يعني على ايام ما انا حفظت الحواميم، تمام. فالسيك نوتس الحاجات بقى ما بتبقاش كتير. ليه؟ لانك انت لو زادت السيك نوتس قوي هتفقد قيمتها زي الكتاب، نعم هتبقى زي الكتاب بالظبط، انما للحاجات اللي هي الموست تشالنجينج، تمام. الالوان، وانت بتعمل الكلام ده ما تستخدمش لون واحد، استخدم مجموعه الوان كتير، واستخدم حاجات فوسفوريه. ليه؟ عشان الذاكره احنا اتفقنا انها ايه؟ فوتوغرافيه، فتبدا تلقط اسهل وتبدا الدنيا تتظبط احسن. الخط، حاول تكبر الورقه وتصغر خطك. وفي حاجه مهمه جدا وانت بتعمل مايند ماب، انت ما بتعملش مايند ماب عشان تنقل الحاجه اللي موجوده في الكتاب كلها، انت بتعمل مايند ماب جاست هينس وتذكير، فما تكتبش كلام كتير، اكتب الكلام اللي هو ايه يفكرك بالنقطه دي. بحيث اقول لكم على حاجه ظريفه جدا، في سنه اولى صيدله اول ما دخلت كان عندنا هيستولوجي، كويس. فبعدين انا الاستوديو ماده كبيره وفيها حاجات كتير قوي، خرجت انا ايه بقى
مجمع الكتاب وقعدت اذاكر وقعدت ملخصه كله في شويه ليستس طلعوا ثلاث ورقات. ورحت ايه بدي اذاكر من دخل علي واحد صاحبي انت بتعمل ايه احنا بذاكر هيستولوجي هو ده الهيستولوجي بس اه والله هو ده الهيستولوجي ثلاث صفحات بس يا احنا متاكد اه متاكد طب ممكن اصوره اتفضل صوره الثاني سمع الثالث سمع انتشر ما بين الطلبه قبل الامتحان ان احنا بنتولي ملخص الهيستولوجي في ثلاث ورقات والعيال على مكتبه المدينه كانت مكتبه مكه ايامنا ويعني ور كله صور كميه الدعاء اللي داوا علي بسببها لا تتخيلوا لان مش فاهمين حاجه اصل انا ملخص انا مش كاتب كل حاجه انا كاتب هنتايه وانا مش عاملها عشان الناس تاخدها فانا عاملها انا فاهمها كويس هما بقى بيحاولوا ما فيش حد فاهم اي حاجه خالص فهو في الغالب المايند ماب بتاعتك انت ما حدش هيعرف يذاكر منها غيرك انت لان فيها انت كان مين اللي بيبيض المحاضرات بقى وبينزلها في المكتبه والناس كلها بتدعي له مين عارفين مين في دفعتي انا الدكتور حاتم رشدي حاتم رشدي بتاع الصيدليات دفعتي صاحب صيدليات رشدي سابقا يعني ربنا يبارك فيه كان بيبيض المحاضره ويفهمها كويس ويلخصها بشكل بسيط مش بيلخصها بيكتبها بشكل بسيط كده وكان دايما في اخر ورقه يكتب ايه تذكرونا بالدعاء ففعلا احنا كل الدفعه كلها انا كنت مذاكر من ورا حتى مرت يعني كنت بحضر المحاضره بس مش كل المحاضرات بصراحه يعني في محاضرات كتير ما كنتش بحضر عشان اكون صريح معاكم لا لا ده واقع انا في محاضرات ما بحبش احضرها يعني حتى لو موجود مش هحضر مش عشان حاجه بس يعني يعني معناها يعني الحمد لله رب العالمين مش لا هو فعلا ما لازم يكون صاحب راي وصاحب قرار انا بقول لك كده انا في محاضراتي دلوقتي عمر اكبرت حد فيكم يحضر اللي عايز يحضر يحضر مش عايز يحضر مع السلامه يا سلام كتر خير تعمل امتحان بس ده بونص الامتحان تجهيز اللي حضر انما ما بيحرمش اللي ما حضرش صح ولا لا ايوه ايوه بونص ما عندناش لا ما بنلغاش الترم اللي فات الترم اللي فات بقى النصيب فهو الشاهد ان موضوع المايند ماب ده عشان نخلص الدنيا حاول تفهم ده مثال مثلا لتيبل ده انا اللي عامله نزلته للطلبه بتاعتي شرحته في سنه الالكالويدز فرحت ملخص لهم الالكالويدز كلها في تيبل نعم موجود على السلايد شير يعني انت لو دخلت على السلايد شير الاكونت بتاعي هتلاقي في حاجه اسمها تيبل اوف الكالويدز كل الالكالويدز هتلاقي الحاجه دي هنا الكيميكال ستراكشر هنا الفاميلي بتاعته عباره عن ايه وهنا الاهم اليوزز تمام وبعدين لا لا ده النبات اللي موجود فيه ودي اهم اليوزز وده الكيميكال تيست بتاعه فتخيل انت لما تبقى باصص كده الكروت كلها في ثلاث ورقات ثلاث ورقات بالظبط تمام ملخصه اغلب الحاجات سهله جدا انك انت ايه تذكرها ده مثال مثلا للليست لو يبقى في موضوع وادي ليست 1 2 3 4 5 6 تمام يبقى انت السبجكت كله موجود قدامك ده بيتكلم عن الجدول الدوري وحاجات زي كده تمام الكريدو تيبل ف محطوط كله ورا بعض ده مثال ايه للسكتشز احنا بادئين من نقطه هنا ده تاريخ مثلا اتكلم عن عهد محمد الصور المشهوره عن عهد محمد علي وبعدين في مش عارف ده حكم وده حكم وده حكم وكل واحد مميزاته ومساوئه طب تعال عندي في الامتحان لما نيجي نقول مثلا ابراهيم باشا تمام ابراهيم باشا تفاجئ بيروح في الحته دي مخك مصوره فين في الحته دي فهتفتكره بسهوله جدا طب امال العباس حلمي العباس حلمي كان هنا طب امال اسماعيل لا اسماعيل كان من تحت في المكان ده ونقطه ثانيه لما تيجي تعمل نفس البلانز دي ما تكررش نفس الباترن في نفس الموضوع يعني مثلا احنا لو بنتكلم عن تاريخ الاسره السادسه الفرعونيه او بنتكلم مثلا عن الالكالويدز وبعدين بنتكلم عن الفلافونويدز بدات الالكالويدز من فوق من هنا ما تبداش الفلافونويدز من فوق ابدا الفلافونويدز من النص ليه عشان شكل الخريطه يتغير ويبقى مختلف فيسهل عليك تذكر الفلافونويدز اكتر بس انا عايز اقول لكم انا كنت بعمل المامز دي انا ما كنتش عارف ان المامز اصلا وانا طالب في الكليه يوم الامتحان الصبح انا مش عايز ابوظ اخلاق بس انا ما دخلتش ماده وانا مقفلها كلها مفيش ماده دخلتها مقفلها كلها تمام فاطمن دي حاجه عاديه دي حاجه كويسه فاحيانا كتير تبقى في مواضيع بذاكرها يوم الامتحان وانا بذاكرها لازم اعمل لها كده لان انا لو ما عملتش كده انا مش هعرف ادخلها ممكن كانها ما فيش نعم
كانها ما تذكرتش يعني. كانها ما تذكرتش بالنسبة لي. خلاص أنا بمجرد ما أعملها فجر وأتصورها وأبص عليها بصة أراجعها خلاص هي موجودة في ذهني. أخش الامتحان أكتبها وخلاص. وخلص الموضوع. لا طبعاً يعني ما كانش كل المهم كده طبعاً. طيب المفاجأة بتاعت النهاردة how to prepare to exam. إزاي تستعد لأول ما تدخلين على الإكزام. رقم واحد deep sleep. لو سمحت ما تمتحنش ما تروحش الامتحان إلا وأنت نايم على الأقل 4 ساعات. ما مش هينفع تنام ليلة الامتحان 6 ساعات. 6 ساعات أو 8 أربع ساعات على الأقل. ليه؟ عشان ذهنك يبقى صافي وتقدر تسترجع كل المعلومات. أنا هحكي لكم عن حاجة حصلت معايا في أولى ثانوي. كان عندنا امتحان نحو تمام؟ وفضلت صراحة طويلة زي رحت الامتحان حليت نص الامتحان بالعافية. رجعت نمت صحيت من النوم النص الثاني لقيت نفسي عارفه النص اللي انا ما عرفتش احله. انت لما ما بتنامش طول الليل بتعمل اجهاد ذهني غير عادي على مخك. ما بيقدرش مخك يستدعي المعلومه ويصيغها ويعيد صياغتها بطريقه كويسه فتنام 4 ساعات. الماده الوحيده اللي ما قدرتش انام قبلها 4 ساعات في حياتي نمت ساعه ونص بالعافيه كان في المدرسه الكيمستري بتاع السنه الرابعه. انت دي غبيه. ده انتوا دلوقتي محظوظين اصحابنا في السكن كانوا بيعيطوا السنه اللي فاتت. ماده غبيه. بص اصعب ماده قابلتني في حياتي كلها كميه الاستكشارات واحنا كنا بنرسم الاستكشارات يا جدعان. والاستكشار وبعدين يقول لك الاستكشار اكتيفيتي ريليشن شيب. انا مش فاهم ليه لو حطيت اوتش هنا يبقى اكتيف. طب ليه؟ ولو شلت الهيدروكسين مش عارف. طب ليه؟ حد فاهمنا هو كده. فانت كان كميه الاستكشارات مش عارف كميتين الاستكشار عندنا. نفس الدكاتره لا 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 مش نفس الدكاتره يا ابني. طب حسن ربنا يبارك فيك ابراهيم. لا يعني نعم سنه ثانيه. ما درسلكش لسه انت ما دخلتش في العك دي لسه. يا دكتور انت هتشوف ايام. بقول لك صحابنا اللي في سنه رابعه كانوا بيعملوا لا لا انا في البكالوريوس الماده دي بقول لك الماده الوحيده اللي قعدت كام يعني ما قدرتش نام ساعه ساعه ونص قبل يا يعني كانت ماده لا اغبى ماده قابلتني في حياتي كلها المدرسه الكيمستري. فاهم حاجه ديب سليب. تاني حاجه روح الامتحان وانت رايق ما تراجعش قبل اللي يعني بص يعني اقول لك كامل اصحى بدري صلي الفجر وابدا راجع ولم المنهج وراجع حاجتك وانت نازل رايح الكليه ما تراجعش خالص. ليه؟ لانك انت وصلت لمرحله الامور استقرت. اللي بتراجعه وانت ماشي في الكليه بيلخبط القديم واللي بتبدا تراجعه في الاول وبعدين تراجع تاني اللي راجعته في الاول بينسي. انت لما بتذاكر في مكان المذاكره بتاعك العادي بتثبت معلوماتك وتنتهي الدنيا خلاص استقرت. تنزل قبل الامتحان بوقت قليل جدا تمام تتمشى لو انت ساكن في المدينه او ساكن قريب او تركب تاكسي لو ربنا مقدرك ومعاك حق التاكسي او تتشعبط في الاتوبيس يعني وتفضل وتمشي هادي وخلاص قدر الله وهو شاء فعل. اللي تذاكر تذاكر واللي ما تذاكرش ما تذاكرش لان اي محاوله قبل اللجنه وقدام اللجنه ضررها اكتر من نفعها ضررها اكتر من نفعها بكتير. الجدال وابوس ايديكم ارجوك ارحمونا. انا خلاص انا بطلت اجيب اسئله لقيت الحمد لله رب العالمين بس يعني لما تيجي تجاوب خلي دوما اجابتك منظمه. حاول تجاوب بقلمين اسود وازرق. طب بقول لك ده ليه؟ العب على نفسك انه صح. يعني انا مثلا بصحح عندي 300 ورقه يعني انا اسوأ حاجه بكرهها في مهنه ان انا استاذ جامعه تصحيح الامتحانات. حاجه غبيه شيء غبي خاصه انك انت بتبقى ايه؟ يعني عايز الطالب يعني عايز تعدي عايز ما يمكن كاتب صح في حته ثانيه طب اقرا كده يمكن. فانتوا بتكتبوا حاجات غريبه مش انتوا انتوا يعني طبعا. والله المشكله انك انت بتكتب متوقع ان انا مش هقرا ماشي ما هو انت بقى تعمل ايه؟ ده اللي انا بقوله دلوقتي. اولا لما تكتب اكتب بنظام مش لازم يكون خطك حلو بس يكون منظم ويكون منظم بمعنى ايه مثلا اجابه السؤال الاول يعني انسى اعمل هامش صغير كده دي النقطه الاولانيه دي النقطه الثانيه دي النقطه الثالثه. طب ده هيفيد في ايه؟ انا لما ببقى مصحح وابص على الورقه بتاعتك الاقيها منظمه انا برتاح نفسيا بتبسط فعلا في وسط اكوام الحاجات الثانيه دي اللي مش عايز اقول هي. فلما انت تكسب راحتي انا النفسيه وانت بتكتب
ده هيديني انا القابليه ان انا ايه اعديك. لا الواد ده كويس، ده كاتب كويس يعني، ده منظم يعني، كاتب خير ما بيفرقش معانا طبعا. لو واحد خطه حلو جدا ده بتبقى انت ما سعيد خالص، بس انت قافل خطك مش حلو، ده حاجه موهبه. بس ما تبقاش عاكك وعامل لي الاجابه في فم السمك يعني. لا والله حاجات غريبه بتحصل. فتبقى منظم، اجابتك واضحه وسهل ان انا اوصل لها. مش عارف السؤال افتي، بس افتي حوالين الموضوع ما تفتيش يعني، ما تكتبليش الحاجه كذا مره. ليه؟ لانك انت بتكتبها كذا مره انت انسلتنج مين يعني، انت بتستعبط. فانا باخد اتجاه عدائي، ده انت بتستعبط بقى، انا مش هقرا يعني. طب والله العظيم ساعتها انا لما بلاقي طالب زي ده ويسقط، انا ساعتها بسقط. ليه؟ لان هو يستاهل يسقط. سقط يستاهل، انا ما بسقطوش وبحاول اشوف له. بس يعني فرق بين الطالب منظم وكاتب كويس، فاداني راحه نفسيه، فبجتهد اكتر ان ايه؟ اساعده واشوف له. وطالب تاني كاتب حاجه استفزتني وضايقتني، فخلتني ايه؟ تستاهل يسقط. خوف اديله الصفر وانا ايه؟ مرتاح الضمير. فدي مهمة جدا، ده ما تكتب، اكتب بنظام، حاول تكتب بقلمين اسود وازرق، ولو ما فيش خلي دايما رأس النقطة دي تحت غطا. انا كنت بعمل ايه؟ مثلا حاجة فاكتورز فيها خمسة فاكتورز افكتنج مش عارف ايه، انا ما بعرفش احفظ وما بحاولش احفظ. فالفاكتورز دول ببقى اعمل لهم خريطة تمام موجودة، فانا عارف الفاكتورز دول بيتكلموا عن ايه، فبكتبهم غالبا بكتب نفس الفاكتورز بصيغة تانية. وبعمل ايه؟ باجي الفاكتور كنت اكتبه بقلم اسود، او لو كان الماده شادين فيها اروح اطقطق خط بالقلم الرصاص راس الفاكتور، وبعدين كاتب ورا. صدقني لما بتعمل كده المصحح غالبا ما بيقراش كتير اللي جوه، يقرا امثله كده مثال 2 3 وخلاص، عرف انك انت شاطر يعديك. ده علامه. نعم؟ لا 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 علامه ولا بتاع، انتوا بتعملوا حاجات مش علامات، انتوا بتقولوا حاجات من علامات الساعه يقول بتاع. ف المانج ده بيدي راحه نفسيه اكتر لمين؟ للمصحف. ادي نقطه مهمه قوي قوي قوي. ابدا بالسؤال السهل، ما تقعدش تاخد وقت كبير قوي في بص على الامتحان، بس بص على الامتحان، واول ما تمسك سؤال سهل وانت عارفه كويس ابدا بيه. دي ما بيضايقناش احنا كمصححين، لو انت بادئ اجابه بالسؤال الثالث او الرابع، بس السؤال يبقى على بعضه حته واحده. يعني ما تبدانيش بالثالث وتقول لي باقي اجابه السؤال الثالث بعد ثلاث اربع صفحات، اقعد انا ممكن ما اشوفش بالي ان النوت اللي انت كاتبها لسيادتك دي وخلاص وانتهى الموضوع. فالسؤال على بعضه يعني كائن واحد كده موجود فين. طب انا السؤال ده عارفه كله ناس نقطه، خلاص النقطه دي تاخد نص صفحه، سيب لها صفحه كامله زي دي، وبعدين تشوف هتعرف تفتكرها ايه ولا لا. في المالتيبل تشويس تعمل ايه؟ افضل طريقه لحل المالتيبل تشويس انا كنت بعمل ايه؟ انت جالك امتحان كله مالتي تشويس 100 نقطه مثلا، حلو؟ بعمل ايه؟ بعمل كذا ران، سيفرال رانز مش ران واحده. الران الاولانيه بختار السهل خالص، يعني لو في نقطه واحده هتحتاج مني ربع دقيقه تفكير بسيبها، احل اللي بعدها، احل اللي بعدها، احل اللي بعدها. طب ده بيفيدني في ايه ويفيدني في ايه؟ الموضوع الامتحان كله فاضي، موضوع الايزي. مثلا ممكن امتحان كله حليت نقطتين، انك انت بمرور وقت اللي انت سهل ده وبتحله بسرعه في الام اس كيو، بعد 10 دقايق ربع ساعه تلاقي نفسك حليت تلت الامتحان مثلا، فارتحت نفسيا. بينما لو قعدت تفكر في دي وتفكر في دي وتفكر في دي، ايه اللي حصل؟ معدى نص الوقت وانت ما حليتش ربع الامتحان ولا تلت الامتحان، فتضطرب وتتوتر فتفقد قدرتك على التركيز. انا فاكر كان لنا امتحان صعب للقران في سنه من السنين، كان ثلاث اسئله في سنه، كان عندنا سوره الروم، كان سنة تانية. المهم وانا بامتحن كان اول جزء كان جانا من ربع، والقصص كان عندنا ربع، كان لك عندنا قصص، كان جانا من ربع ولقد وصلنا له بالقلب، وربع ولقد وصلنا من الاتباع الصعبة تمام. وكان جاي اول صورة من الحويم اللي ما كنتش فاكرها، والسؤال قرار برضه يعني. انا دخلت الامتحان يعني خلاص، انا كنت السنة دي كذا حد من زمايلنا المتفوقين شال المادة. فهي الفكره انك انت لما بتتوتر فعلا بتبقى قدرتك انك انت تحصل وتفهم وتراجع اسهل. فعشان كده ابدا ايه بالاسهل، فامسك كده زي الران الاولانيه، خد السهل خالص، بعدين عد عليها ران ثانيه تمام، خد الحاجات اللي عايزه تفكير بسيط، بعدين عد عليها ران ثالثه، هتلاقي نفسك في نص الوقت جاوبت 70 ولا 80% من الامتحان لو انت ايه، لو انت مذاكر كويس طبعا. والريفايز طبعا مهم مهم، وان كان ده موضوع صعب جدا في كل الصدارة، انا ما افتكرش ان انا رجعت في الصدارة،
ان انا بدخل الامتحان 3 ساعات بيحتاج بيبقى محتاج 4 ساعات اصلا الامتحان. فانت بتدخل الامتحان يعني if you have the chance to revise revise it okay تمام لو لا يعني لو لا سمح الله نعم شوف انت بتعرفش تقرا انا اعمل ايه والله بعد طيب هتشوف انا فيبقى على الاقل ما يجتمعش سوء الخط وسوء التنظيم باش مصدق انا مش مصدق ان انا اللي كاتب ايه ده انا كاتب العالم كاتب الاكشن والله كاتب خير كانوا طلعوا فانت ما تجمعش سوء الخط مع ايه مع سوء التنظيم ودونت ريفايز بعد ما تطلع من اللجنه لو سمحت ما تراجعش قدر الله وما شاء فعل لان في الغالب المراجعه اللي بعدها هترجعها بعد اللجنه هتؤدي الى ايه انك تتضايق وتحبط والسؤال ده ما عرفتوش ودي مش عارف ازاي اطلع من اللجنه طبق امتحانك حطه في جيبك اطلع على جبهه الشفا وخلاص وتعالى بقى في الشفا واقول لك على معلومه صغيره اتعامل في الشفا بقى ايه اولا لما تدخل الشفا ما تدخلش مع اول الدفعه الا لو انت التاني خلاص ليه لان اول الدفعه ده بيبقى ليه ستايل مبهج فدخولك معاه معناه انك انت يعني ايه هتكسف على طول هتبان جنبه يعني مفيش انا كنت برتب وما كنتش بدخل مع الاوائل خالص خالص كنت ادخل مع واحد ايه نص نص يعني تمام ثاني حاجه ما تدخلش اول واحد دكتور لسه فايق لسه جاي الراجل وفريش كده اول دفعه ادخل اول واحد براحته مش مشكله لان هيجاوب كويس وهياخد درجه حلوه لو انت مذاكر كويس وانت من الاوائل خش اول واحد هتاخد الفورمات انما انت يعني ايه من الناس اللي هم ايه الطبقه المتوسطه والجيد والجيد جدا بالعافيه وينزل مقبول لا ما تخشش يعني 3 4 كده وادخل خلاص يبدا الدكتور ساخن تبقى انت برضو عرفت هو بيسال في ايه الحاجات اللي هو بيسال فيها والاسئله الكومون ايه بيطول ما بيطولش وهكذا ثالث حاجه وانت داخل بقى خلي عندك تراست يعني ايه تراست يعني اتكلم بثقه إذا كنت يعني إيه متأكد من المعلومة بس ده طبعاً مش لو بتقع أصل خلي بالك برضو إن الفاتي درجات فأنت لو عارف نص نص اتكلم بالدراسة مفيش مشكلة إنما لو مش عارف خلاص مفيش لا طيب عبط خلاص لأنك لو عارف نص نص واتكلمت بالدراسة الدكتور ممكن يكون النقطة دي مش مذاكرها كويس مش مراجعها كويس فتعدي ما ياخدش باله او حتى لو فاهم بس والله المادة غلبان اكيد هو ذاكرها غلط حد شرحها له غلط يعني فيعني مش هشك فيك انت بس خلاص من النقاط المهمه جدا برضو افتح انت لنفسك مواضيع في الشغل يعني مثلا يعني عادي يعني مثلا حصل بس حصل مره بعد ما عرفت شفت كان في مره عندنا في الفارماكولوجي فكان في الاناسيزيا انا ما كنتش مذاكر اناسيزيا خالص داخل الامتحان اورال وشفا وما ذاكرتش الاناسيزيا فالدكتور بيسالني بيقول لي تعرف ايه عن الاناسيزيا انا كنت مذاكر في حاجه اسمها البري اناسيزيا تمام الاخ فارماكولوجي عارف ان في جزء البري اناسيزيا يعني قبل الاناسيزيا بنعمل ايه والاناسيزيا فانا قلت له ايه الاناسيزيا دي حاجه مهمه جدا وفي كذا خطوه لازم تاخد الاول في البري اناسيزيا زي كذا وكذا وكذا خلاص انا كده في السليم راح بص لي قال لي لا انا مش عايز البري اناسيزيا انا عايز الاناسيزيا انت جاي لي بقى ده اتصدم ما ذاكرتهاش وش على طول اصل هتفتي في ايه خلاص انت ما عندكش معلومه خالص فالمشكله ان حتى مش ذاكرت الموضوع لا انا ما لحقتش اذاكره اصلا ما فتحتوش فلما لو عندي معلومه كنت هعرف يعني علمك انا كنت يعني في الشفا بفضل الله عز وجل في الشفا وده يعني كان ربنا بيفتح لي واثبت اللي قدامي يعني ايه انا كنت بدخل امتحان الشفوي اشرح للدكتور ما بتعاملش معاه ان هو دكتور فاهم معاه ان هو الطالب بتاعي وانا بشرح اقول له ودي فيها ثلاث نقاط النقطه الاولانيه مش عارف فيها ايه وايه وايه فكان يعني يبقى مبسوط خالص يعني غالبا بفضل كنت باخد 100 90 95 الا جماعه بتوع الصيدليات في اساتذه من اساتذتنا الكبار هناك ما كانش بيدينا اكتر من 60 والنبي لو عملت له هي 60 انتوا عارفين هي 60 هو ما فيش هي 60 يعني 60 دخلت عليه 3 سنين نفس الراجل والله تسين الصيدليات اللي مش فيها امتياز ما اعرفش ايه فيها امتياز خالص لغايه اما ربنا كرمني في سنه 5 احنا كان عندنا التقدير الاشتراكي فكان اهم تقدير اخر سنه دخلت صيدله صناعيه على واحد من بره وكان استاذ كبير كده وكان مقعد وعشنا مع بعض احلى حاجه انا وهو وهو يسال وانا انظر وانا اتكلم خدت 98 تقريبا او حاجه زي كده فهو شافه دلوقتي طبعا اقل يعني
درجاته اقل لكن درجاته مؤثره. فمهم جدا التيبس دي اللي انا بقول لك عليها بتفرق كتير جدا، لكن ما تبقاش اوفر رياكتيف، يعني ما تبقاش يعني ايه ما تحاولش يعني تدعي على قد مش زياده مش زياده قوي يعني. وما تبداش تستعرض او مش تستعرض يعني تبدا تعرض مهاراتك بشكل كويس الا لو عندك بيزكس معقول عشان ما يبقاش شكلك وحش، ما يبقاش شكلك يعني ايه شراب مقطع. اللبس في الشفه مهم، ما تلبسش يعني اوفر وما تلبسش حاجه يعني مفيش بشبشب ولا قميص معفن ولا ريحتك معفنه ومش مستحمل، الراجل يقرف منك صح؟ يعني تعالى كويس قميص كويس البس عليه جاكيت مش مشكله، يعني البس قميص وجاكيت وهكذا، بس ما تلبسش بدله. يعني ده رايي انا، يعني انا لما بخش على واحد لابس فورمال قوي في امتحان شفوي انا بستغرب يعني طب ايه يعني طب انت رايح فين يعني؟ بس ده امتحان اول مش انترفيو تمام. ولما بخش عليا واحد يا ابني طب استحمى طب يعني طب سرح شعرك طب اي منظر يعني فيعني خليك ايه الحاجه الاهم بقى ان احنا لما بنتكلم في النقطه دي واللي هنختم بيها النهارده انا خليتها الاخر لان هي الموست امبورتنت احنا نتكلم في المذاكره عشان ايه؟ عشان نوصل لاهدافنا ونحقق اهداف معنويه وماديه في الحياه. فانا لو قلت لك مثلا ان في دكتور فلان ده رائع وممتاز وهيخليك تعدي الامتحان، ده واسطه كبيره هيخليك تعدي الامتحانات كلها ويديلك في المارك، هتعمل ايه؟ هتجري عليه وشوف الدكتور اللي انت عايزه وابيع ده امي وابيع فدان وابيع امي نفسها تمام. رغم انك انت لو جبت فول مارك في كل المواد ممكن ده ما يكونش الاحسن لك صح، ممكن تاخد على قفاك وتتعين معيد في الكليه للاسف مثلا يعني، لانما انت كان ممكن تشق يعني حياتك في الكارير في الشغل بشكل احسن لك كتير جدا وتتعين معيد وبعد شويه تتضايق وتترفض وما تكملش كده. فهو الله عز وجل له سبحانه وتعالى شيئين مهمين من صفاته العليا، القوة المطلقة والعلم المطلق. فربنا هو اللي يعلم أفضل شيء لك صح؟ وهو اللي يعلم بمكوناتك في كل ما حولك وما سوف يحدث وما حدث وما سيكون، وله القدرة والقوة المطلقة على إنفاذ ما هو أفضل. فيبقى ما ينفعش نحن نتكلم في حاجة زي كده وانت القوة العظيمة دي لا تلجأ إليها وتتجعها، يبقى انت إنسان إيه؟ غبي ومغبون وجاهل صح ولا لا؟ طب ألجأ لربنا إزاي؟ في النهاية العلاقة بين العبد والله جد شيء خفي في النفس لا يطلع عليه أحد صح ولا لا؟ فممكن واحد على فكرة يكون مش منتظم في الصلاة قوي، يعني بيصلي طبعا بس يعني بيوقع شوية ما بيصليش كل الصلاة في المسجد. تكون علاقته بالله عز وجل معرفته بالله عز وجل أعلى بكتير وأفضل كتير من واحد تاني يعني. فالمطلوب منك إنك أنت إيه؟ تصفي نيتك وتصفي نفسك وتتضرع إلى الله عز وجل وتلجأ إلى الله عز وجل دوما وتدعو الله عز وجل بإيه؟ إن ربنا يعوضك في الخير. الله عز وجل يقول في القرآن ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ربنا بيقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. عشان كده ما ينفعش تغش حتى لو اتيحت لك الفرصه، لانك انت مش بتغش الدكتور فلان ولا بتغش فلان، ده انت بترتكب معصيه وان الله تعالى لا ينال ما عنده الا بطاعته. فده مهم جدا، مهم انك انت تخلي علاقتك بالقران جيده لان هو كلام الله اليك، مهم انك انت تصلي لله بمحاولات شيء كبيره من الخشوع لان ده بيقرب بينك وبين الله عز وجل اكثر. ابدا دايما مذكره من القران، ابدا الامتحان بتاعك بالذكر، اي دعاء دعاء يكون فيه تبتل الى الله، دعاء انت تجد قلبك فيه يعني اللهم دبر لي امري فاني لا اشرك كبير، يا رب اصلح لي حالي، يا رب خلينا حل الامتحان كويس، اي دعاء تجد انت قلبك وتجد ان هو ايه قريب منك. القران الصلاه في المسجد والخروج من المسجد
وتوكل على الله عز وجل هو ايه المحور الاساسي والاهم. ليه؟ لانك انت ممكن تكون الافضل لك انك ما تنجحش، ممكن يكون افضل لك انك انت تنجح بتقدير عالي، ممكن يكون افضل لك انك انت تحرم في تقديرات معينه عشان لما تتعين في الكليه تتعين في القسم الفلاني، فاهم؟ فهي في النهايه امتلاك الله عز وجل العلم المطلق والقدره المطلقه شيء لا ينبغي الا ان انكوس الشمس. اي حد عنده اسئله؟ طب انا ازاي اوفق بين ان انا ابقى راضي مثلا عن نفسي، وازاي ان انا ابقى الحته اللي هي ايه كل شيء بتبر ربنا، وان انا اللي انا عملته ده هو الصح؟ بص، عشان تقدر راضي عن نفسك، في نوع من الناس في مشكله كبيره جدا مساله جلد الذات ومساله سيكينج فور بيرفكشن، ودي مشكله بيعاني منها كتير جدا طلبه صيدله وطب. ليه؟ لان هو من هو صغير متفوق، فتلاقي دايما ايه ابوه وامه، ايوه ذاكر اعمل مش عارف ايه اللي حواليه خليك كله، فهو يعني يعني ايه هو هدخل الكليه انا هبقى زويل، انا ايه انا داخل اخترع دواء، هو انا داخل صيدله عادي كلنا داخلين تخترع دواء عادي مفيش مشكله يعني. فبعدين سيجنج فور بيرفكشن هو ده المشكله الكبيره. لا انا مش عايزك انت تبص على البيرفكشن خالص، انت مطلوب منك تو دو يور بيست. انا بحاول اربي ولادي على كده، يعني انا ما بربيش ولادي وما بطلبش منهم يطلعوا الاوائل، وما بطلعوش الاوائل، وانا مش هطلع الاوائل، رغم ان هم لو شديت عليهم في المذاكره هيطلعوا الاوائل، بس انا مش عايز اطلع الاول، انا عايزه يتعود على حاجه اسمها ايه دو يور بيست. وفي نفس الوقت انا ليه وجهه نظر في نظام التعليم، وبحاول اعلمهم حاجات تانية غير التعليم العادي، لان التعليم العادي في مصر ملوش مستقبل، لا طب ولا صيدله ولا كله مش لاقي ياكل خلصان. لا دي ما تنفعش على الهواء. لكن دو يور بيست، فتعود دوما انك انت ايه دو يور بيست، مجرد ان انت عملت اللي تقدر تعمله اللي هو ممكن ما يكونش كافي. ربنا عز وجل في القران في الحروب اللي هي يعني اخطر حاجه على الامه قال ايه؟ واعدوا له ما استطعتم، ما قالش ما يكفي خلاص. فانت بالنهايه دي يور بيست وخلاص، طالما دي يور بيست وتواصلت مع ربنا بقلبك يحصل اللي يحصل، وتاكد ان هيحصل هو بيست، هي دي اللي هتقدر تعمل الموازنه. المشكله بتيجي فين؟ لما انت تستعبط، لما انت تضيع وقت، لما انت تعمل حاجه زي كده فتحس بتانيب الضمير، ودي انا ما اعرفش تحلها ازاي. يعني قدر الله ما شاء فعل، تحاول تذاكر، تحاول تراجع نفسك، تحاول تعمل كذا حسب الظروف. ها؟ طيب سؤال تاني، انت حضرتك اتطرقت ليه؟ انا مثلا كنت في ثانوي، في ثانويه عامه مثلا، كنت انا شايف نفسي ان انا كنت احسن من انا في الكليه. طبعا. طبعا يا انا اكتر سنه ذاكرت فيها في حياتي الثانويه. انت بتستعبط. ده انا ما ذاكرتش زي الثانويه دي خالص. خالص لا والله بقول، لو انا مثلا لو ربع الثانويه حتى في الكليه هطلع الاول على الدفعه، وده مش هيحصل. وده مش هيحصل. اصل يا ابني الثانويه دي ده 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 كان خروف الثانويه. انت كنت بتذاكر لوحدك، انت كنت بتذاكر وانت بتذاكر معاه بجد يعني معاه البيت كله بيذاكر معاه؟ لا انا ما كنتش حد بيذاكر، اعتقد بس انا كنت قاعد في الجامع مع طول. انا كنت بقعد في الجامع صاد الفك، وكان الله يكرمه الشيخ حسن ربنا يبارك فيه ويجزيه خير، كان ابو شيخ ما كانش يخلينا ذاكر زمان في الجامعه، كان يضربني يقول لي لا انا حلف الجامعه يلا اطلع بره. فجي شيخ اسمه الشيخ حسن في جرجر في مسجد الجداوه ربنا يبارك فيه، الراجل ده انا شكرته بنفسي كذا مره، لان يعني تفوقي هو صاحب فضل كبير فيه. هو كل اللي عمله الراجل ربنا يبارك فيه قال له خلاص مش مشكله، انت عايز ذاكر في الجامعه يعني انت حابب مذاكره الجامعه؟ قال لا بقى اقفل على الباب ومشي بس خلاص، وانا من الفجر لغايه الظهر بذاكر، يفتح الباب الساعه 11 يقول لي احد. كان معايا زميل مهندس ربنا يبارك فيه في السعوديه حاليا كان بيذاكر معايا، فكنا نقعد نذاكر. فلا ذاكرت كتير. طب وعلى فكره برضه من النقاط المهمه في المذاكره، يا ريت شباب سنه اولى في الكليات ما تذاكرش في الكليه بنفس الطريقه اللي كنت بذاكر فيها في سنه اولى، هتسقط. ممكن تكون غلطه جامده. لو ذاكرت في الكليه زي سنه كنت هتسقط. هي دي ممكن تكون الغلطه اللي حصلت. انت في الثانوي احنا كنا بنذاكر الاجابه النموذجيه. يعني انا في ثانوي مثلا احنا كنا بنسمع لبعض الكتاب. كان عندنا تفسير ناس كنا بنسمعه. من اول الكتاب تبدا لغايه الايه الصلاه والله وانا بصلي الامام تتلخبط وانت بتسوي تتلخبط هو لو بيقرا في الايات اللي انت في التفسير تتلخبط ليه؟ لان في حاجه كابوس اسمه الاجابه النموذجيه وانت مش عارف اللي هيصحح لك ازاي. انا لو عارف ان بيصحح لي راجل عاقل وفاهم وكويس تمام هعمل كده، انما انا عارف ان هو مش ممكن ما يكونش كده، فكنت حافظ الكتاب حافظ
ودي نصيحه للناس اللي في ثانوي وخاصه ثانوي ازهر، ركز على المواد الشرعيه لان فيها درجات كتير. اللي بيحصل في ثانوي الازهريه الغلطه الكبيره انك بتاخد درس في الكيمياء والفيزياء والاحياء والرياضه ومش عارف ايه، فتنكيه في الحاجات دي. الفيزياء عليك مثلا هقول حاجه ظريفه، الفيزياء عليها كام درجه؟ 60. انا جيت في الثانوي ما ذاكرتش المسائل خالص خالص، مسائل كان عندنا ارشميدس وبرشميدس وحاجات وامثله وحاجات ومسائل معقده، وزمايلي كانوا مضيعين وقت كبير جدا فيها. انا قلت ايه، كان عندنا استاذ مصطفى منتصر ربنا يبارك فيه، ما كنتش باخد دروس خالص، بس يعني ايه كنت باخد الورق بتاع الدرس بتاعه. يعني هو كان بيدي دروس فهو له منتصر انا عايز ورق الدرس بتاعه، ولو حاجه وقفت معايا كان هو مش احنا في المعهد بقى كان يشرح حاجه ربنا يبارك فيه وعايش وكده ربنا يديله الصحه. فكنت ايه افكار المسائل، كان هو عامل حاجه اسمها افكار المسائل، كنت اذاكر افكار المسائل بس حاجات بسيطه. قلت الامتحان بيجي خمس اسئله فيهم سؤال اختياري، هيجي في الخمس اسئله ثلاث مسائل صعبين جدا واثنين سهلين، انا هختار السؤال اللي فيه اثنين سهلين وهسيب واحد صعب، والاثنين الصعبين هحط فيهم القوانين واحاول احل اي حاجه. هخسر كام في الليله دي كلها؟ خمس ست درجات. جبت في الفيزياء 52 وركزت فين بقى؟ في الفقه 39 40 39 40. انا كنت حافظه، ودي نصيحه لاي حد في الثانويه الازهريه. الغلطه اللي بتقع انك انت بتجيب في الفيزياء انك انت المواد لان سهل، انا عندي التوحيد كان عليه 40 درجه كله 10 صفحات وعليه 40 درجه، اقعد انا اطلع ميتين امي في مسائل الفيزياء ولا تحويلات الكيمياء الهلاميه الخرافيه اللي 20 مره كان يجي. انا ما كنتش باخد درس، كان زمايلي يعني منظمين في يقول تعرف تحول التحويله دي؟ فبقول له يعني كنت اول اتعقد وانتهي. بعدين بتساله طب هي دي جت في امتحان سنه كام؟ لا دي ما جاتش في امتحان. طب وانا مالي احلها ليه؟ لا هي ما جاتش في امتحان انا احلها ليه؟ كان فيهم كان في تحويله لغه مكانك حرفيا كان تحويله 12 معادله. طب مثلا 12 معادله 12 معادله ليه؟ انا كان في تحويله 24 معادله. انا لا فاكر التحويله ولا ما اهتمتش اصلا بيها. فهي الفكره ايه؟ انك تذاكر الامتحان. من النصائح المهمه جدا برضه في وزاره الكويس من وزارته الامتحانات، حل امتحانات كتير. ليه؟ لما بتحل الامتحانات السابقه ده بيبلور عندك الماده كويس وبيخليك تراجع كويس، دي حاجه مهمه. بالنسبه للكليه في حاجه موضوع الامتحانات السابقه موجود، والامتحانات متاحه في المكتبه. المفروض ان في حد من اتحاد الطلاب يتواصل مع حد من المكتبه او تواصلوا مع الدكتور مصطفى الشافعي هتتوفر. امتحانات 3 سنين على الاقل هتلاقيها موجوده سابقه. مش موجود ولا المكتبه؟ ما انت مش هتروح المكتبه بنفسك، يعني حد من الاتحاد بتاعكم اتحاد الطلاب بتاعكم اتحاد الطلاب صح؟ بعد الجوله دكتور حد يتواصل مع دكتور مصطفى وهتقدروا توصلوا. لو دكتور مصطفى دخل في الموضوع هيوصل لكم الموضوع بسهوله. المفروض ان في اتحاد الطلاب منتخب عندكم صح؟ لا في دوروا عليه والله اكيد. هو ده اللي هو ليدر اسيستنتس وكده ولا لا؟ يا سيدي في قائد يعني في ليدر لكل دفعه صح؟ تمام؟ الليدر بتاع الدفعه ده لو راح وتواصل مع دكتور مصطفى بشكل مباشر هيقدر يضغط ويجيب الامتحانات دي. بس دي مهمه جدا جدا جدا. انت وانت بتذاكر المنهج بتاعي، يعني انا مثلا امتحان اعمال السنه بتاع سنه اولى امتحان الميد تيرم انا قايلهم ان ده هيجي نموذج زي امتحان الفاينل، فهو بيذاكر حل امتحان الميد تيرم فعارف امتحان هيجي صفته ازاي، فيقدر يذاكر الماده بطريقه يقدر يحل فيها الامتحان في الثانويه وفي الكليه وفي كل حاجه. ده موضوع مهم جدا. شكرا. ازاي نوفق ما بين ان احنا نطلع ماده علميه كماده ما بين ان احنا ننجح ما نتعبش بذاكر عشان امتحن والسلام؟ والله ده صعب بس ممكن. يعني هي الفكره ايه؟ اللي المفروض يوفق مش انت يا طارق، اصل انا بحس ان احنا احيانا اللي المفروض يوفق يا دكتور المنهج نفسه. تمام؟ يعني المنهج هو اللي يخليك تتحط في حاله انك عشان تتجاوز المنهج ده لازم تستفيد من الناحيه. بحس ساعات ان احنا عندنا المعلومه بس على ارض الواقع، يعني احنا ايه مش عارفين احنا بنحطها في الورق. ما هي مش كل المعلومات انت بتطبقها على ارض الواقع، وفي معلومات كتير جدا بتفضل مخزونه في ذهنك انت لغايه اما يجي وقت معين تستدعيها وتبني عليها. انا بحس بقى ان اغلب المعلومات الفايده بتاعتها ان انا هرميها في الورقه وبس انتهينا. انما ممكن انت برضه ما احتكتش بمجالات كتير لسه، وللاسف يعني احد مشاكل كليه الصيدله ان المجال الاغلب والاكبر فيها اللي هو الصيدليات الكوميونتي فارماسيست مفيش ابلكيشنز لحاجات كتير بتاخدها، انما في مجالات تانية كتير هتلاقي فيها ابلكيشنز لحاجات تانية مختلفه. واحنا ما ينفعش نعدك انك تبقى كوميونتي فارماسيست، انا لازم اعدك انك تشتغل اي حاجه، فلازم اديك البيزكس بتاعت حاجات كتير، والا كنت هديلك فارماكولوجي وخلاص. والحاجه اللي انت عاوزها بقى تاخد تبدا انت تطور بعدين. يبقى انا اديتك البيزكس بعدين تبدا تطور وتجيب.
اي اوامر ثانيه يا شباب؟ بارك الله فيكم وشكرا جزيلا. تسمش.